استماع ابتداء. إصلاح تفضل. الظواهر سبب شرعي لإصلاح البواطن، اي نعم. وعلمنا من سادتنا كبرائنا في العلم أن السبب ينتج المسبب قطعا، كزوال الشمس أو غروبها سبب في وجود الصلاة، فهل إصلاح الظاهر يوجد قطعا إصلاح الباطن؟ إذا كان هذا سببا شرعيا، فما بال عبد الله بن أبي بن سلول كان من من صلح ظاهرهم ولكنه كان منافقا؟ نعم. وشكرا. لكل قاعدة شواذ، لأنك وأنت السائل لا تستطيع أن تقول بأنه إذا صلح قلب المسلم لا يصلح ظاهره. لا يمكن لمسلم أن يتصور أنه إذا صلح قلبه لا يمكن أن يصلح ظاهره، أليس كذلك؟ حتى أمضي في كلامي وأعيد ما أقول، لا يمكن لمسلم أن يتصور أن قلبه صالح ومع ذلك يظل ظاهره طالحا. هل يتصور هذا؟ الحقيقة أن السؤال كان لا لا، أنا عارف سؤالك. فإصلاح لا لا، اسمح لي الظاهرية. اسمح لي، بارك الله فيك، أنا أريد أن أمهد للإجابة عن سؤالك. لكن هذا التمهيد قام على توجيه سؤال، لأنه أنا لأفهم سؤالك السابق أريد أن أفهم جوابك عن هذا السؤال. هل تتصور وأنت مسلم مثلي قلب رجل مسلم مخلص مؤمن بالله ورسوله يبقى ظاهره طالحا وليس صالحا؟ هل تصور هذا؟ لا تظن؟ نعم، لا أتصور. أحسنت. أما لا تظن لا تتصور. الآن نعود للإجابة عن سؤالك. المنافق الكبير الذي ضربت به المثل، هل كان قلبه صالحا؟ الجواب لا، قطعا لا، قطعا لا. إذن أنا حينما قلت القلب الباطن متعلق بالظاهر والظاهر متعلق بالباطن، ما قلت البدء يكون من الظاهر، حتى يرد سؤالك. تفضل. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. فيبدو لي والله أعلم أن سؤالك كان قائما أنه إذا صلح ظاهر إنسان، مثلا إنسان يلبس جميل وطيب وطيب وما شابه ذلك إلى آخره، وقلبه خراب يباب، فهذا يدخل في قلبه صلاحا. لا، هذا ما قلته ولن أقوله ولا أتصور مسلما يقوله.